سلام. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على خبيزات معمرين. لهاد الخبيزات اللي ممكن انكم ديروهم في البرجر ديالكم، تعمروهم باي حشوه نتوما تبغيوها. مهم الا كنتم انتريس خليكم معايا، تابعوا المقادير وطريقه التحضير. خبيزات البنات اللي كيجيو رائعين وكيستحقوا بصح التجربه، غادي تجربوهم ما غاديش تندموا عليهم. سورتو كيف ما قلت لكم حتى البرجر كيجيو رائعين بزاف بزاف بالنسبه كديروهم هكا لوليداتكم المدارس. ان شاء الله ديما نحط لكم وصفات كثيره هاد الايام الجايه، هكا وصفات اللي نتوما ديروهم في الناش بوكس ديال الوليدات ديالكم، يديهم معاهم دراسه فينفعكم بزاف. المهم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير، اول حاجه ناخذ واحد البول اللي غنوضع فيه ملعقه ديال السكر سنيده، وكذلك ملعقه ديال الخميره الفوريه او خميره معجونه اللي متوفر عندكم، كذلك واحد تقريبا واحد جوج ملاعق ديال زيت العود او زيت نباتيه، ديروا اللي تفضلوا نتوما. انا درت انا جوج ملاعق ديال زيت العود. عندي فيه تقريبا واحد الكاس ديال الماء يكون دافئ، وغادي نخلط هذا الخليط هذا ديالي مزيان، ومن بعد نغلفه بالفيلم اليمونتير ونخليه على جنب حتى يبان لي انه ضعف الحجم ديالو وطلعت الخميره هكاك فيه. بعد هنا كيف ما كتشوفوا حطيته على جنب، وهنايا خديت 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض اللي وضعت لهم هكا واحد الملعقه صغيره ديال الملح، وكذلك نضيف لهم واحد الملعقه ديال الحليب بودره. ممكن تعوضوه بنصف كاس ديال الحليب العادي، وممكن كذلك تستغناو عليه. وهنايا ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا اللي احتجتها كالكفته اللي درت فيها كاع التوابل، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله الحمراء، سكنجبير، الخرقوم والملح والابزار. خليت هكاك تشحر حدايا. هنا كنضاعف ليا الحجم ديال الخميره اللي درت، يعني بانت انها خمرات، وكنجمع بها العجين. وكذلك اللي بقى انكم كتضيفوا شويه ديال الماء، ما كياخذلكمش بزاف، تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء، وكنجمعوها وكندلكوها تقريبا لمده 5 حتى 4 ديال الدقائق. المهم غير ندلكوها نحسوا العجينه جمعت لينا في يدينا، وكنغلفوها ونخليوها تختمر. وهنايا بالنسبه للكفته، فانا ضفت لها القليل من الزيتون وكذلك 3 ديال حبات الفرماج، وغادي نحرك في هذاك الفرماج مزيان حتى يدخل ليا فيها. وهنا كانت بعد ما وجدت الحشوه ديالي ساليتها، كانت العجين ديالي ضعف ليا الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، اختمرات ليا. خديت هكا قسمت على كويرات بمساعده شويه ديال الزيت، القليل الزيت في يدي، درت هكا كويرات ودهنت حتى البلاطو بالزيت. ومن بعد كناخذ هذيك الكويره كنطلقها هكا باليد ديالي كيف ما كتشوفوا، كنوضع الحشوه في قلب منها وكنحاول انني نجمعها بهذا الشكل هذا، وصافي كنحطها جانبا حتى كنكمل داك الكميه اللي عندي كامله كيف ما كتشوفوا. عطاتني 5 ديال الحبات، ولكن 5 ديال الحبات البنات راهم كبارين، ممكن تضعفوا المقادير. هنا كيف ما كتشوفوا خديت قليل من الحليب اللي عنده لون الوجه ديالهم. شنو الفائده البنات لهذا الحليب؟ هو ان كيعطيني واحد اللون زوين بعد ما كيطيبوا لي هاد الخبيزات ديالي، كيعطيني واحد اللون ذهب كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو، كيجي رائع. بغيتوا انهم يجيكم محمرين دهنوهم بصفار البيض، وكذلك الحليب كيخلي لنا ان حتى الطبقه الفوقانيه تجينا رطبه مقرمشه او ميم طون، يعني كيجيونا هاد الخبيزات ديالنا رطبين. كنزينهم بالسمسم والخشخاش، يعني الزنجلان الابيض او البافو، وكندخلهم الفران على درجه حراره متوسطه، كنخليهم حتى كياخذوا لي هذا اللون هذا، راه كيكونوا طايبين من التحت ومن الفوق، كيجيو رائعين رائعين بزاف البنات. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها هكا وصفه غداء عشاء كيف ما قلت لكم لانش بوكس الوليدات ديالكم، كيجيو بنانين بنانين بزاف. نتمنى ان شاء الله كيف ما قلت لكم انكم تجربوهم وترجعوا لي في التعليق كيفاش جاوكم. ما بقى الا نخليكم مع تتمه الفيديو، ونقول لكم السلام عليكم.